بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلابنا الغاليين كل عام وأنتم بخير. طبعا يا شباب، المنصة كان فيها مشكلة من امبارح، من تاني يوم العيد، فعشان كده هننزل الفيديوهات دي كلها إن شاء الله رب العالمين على قناة اليوتيوب لحد ما المشكلة تتحل بحيث ما تعطلش. بسم الله. أول سؤال بيقول لي: The editor of the magazine welcomed not from readers on my subject. تعال نترجم الكلمات دي الاول عشان نعرف الكلمات دي معناها ايه. اول حاجه كده، كلمه كورسبوند دي معناها يراسل، وكورسبوند دي معناها راسل الماضي، كورسبوندينج دي معناها مناظر او مماثل لشيء معين او مقابل ليه. طيب كورسبوندنت ده المراسل الصحفي، المراسل اللي بيبعت رسائل. كورسبوندنس دي معناها خطاب ومعناها مراسله ومعناها علاقه ربط بين شيئين. في كام ايديوم كده عايز اقولهم لك، عايز تاخد بالك منهم. لما اقول لك او برضه كلمه كورسبوندنس، اعرف ان هي كلمه غير معدود، اسم غير معدود، يعني uncountable noun، ما نجيبش قبلها طيب في حاجه بقى اسمها كورسبوندنس بتوين، يعني المراسلات بين. فلما اقول لك مثلا اول كورسبوندنس بتوين اس ماست ستوب، يعني كل المراسلات بيننا يجب ان تتوقف. ده ايديوم. الايديوم الثاني برضه لما اقول لك ان كورسبوندنس ويز، لما اقول لك مثلا اي ام ان كورسبوندنس ويز مستر علي، يعني انا في بيني وبين مستر علي مراسله، يعني انا على اتصال بمستر علي. يبقى انت كده معاك اثنين ايديوم: correspondence between شخص and شخص، وان correspondence with شخص، يعني على مراسله او في اتصال بين. في جملتنا بقى بيقول لك ان المحرر بتاع الجريده بيرحب باي مراسلات من القراء على الموضوع بتاع اللي انا بكتبه، يبقى correspondence. الجمله الثانيه: they finally met after they had not with each other for years. في النهايه تواصلوا بعد ما، في النهايه تقابلوا بعد ان تواصلوا، تواصلوا يبقى corresponded، تواصلوا لمده سنوات. Give each picture a number not to its position on the page. اعطي كل صورة رقم مناظر لي وضعها في الصورة، يعني الصورة دي رقم واحد اكتب عليها رقم واحد، وهكذا مناظرا لي او مقابلا لي اللي اسمها corresponding. He was interviewed as a sports not. He has known a lot of the team secrets. Secrets طبعا لها اسرار، انت عارف. بيقول لك هو تم اجراء حوار معه ك as a sports correspondent، يعني كمراسلا صحفيا يعرف كثير من اسرار الفريق. Many people lost their jobs in the great A of the 1930s. بيقول لك الكثير من الناس فقدوا وظائفهم في الايه اللي حصل في 1930، في ثلاثينات القرن ال 29. تعال نترجم الكلمات. Depressing دي معناها مسبب للاكتئاب. Depressed معناها مكتئب. Depressant دي معناها مخدر. وعكسها stimulant. Stimulant دي معناها منشط. السبيلنج بتاعها S T I M U L A N T. يبقى depressant اللي هي الثالثة دي رقم C معناها مخدر، وعكسها stimulant منشط. Depression ده اللي هو الاكتئاب ومعناها الكساد. وعايز تفهم ان كلمة depress معناها يضغط على جزء من الآلة. بمعنى لما اقول لك if you want to stop the car، لو انت عايز توقف العربية، depress the brake slowly، اضغط على الفرامل بهدوء. جملتنا بقى بيقول لك كثير من الناس فقدوا وظائفهم في الكساد الاقتصادي اللي حصل في 1930. الكساد الاقتصادي اللي هو اسمه depression، وزي ما اتفقنا كلمة depression دي معناها كساد اقتصادي ومعناها اكتئاب. طيب بعد كده رقم 6: looking for a job in these days can be very not it's likely to be impossible. البحث عن وظيفة في هذه الأيام يعد مسببا للاكتئاب، يبقى depressing. كلمة depressing دي يعني يجلب الاكتئاب أو يسبب الاكتئاب. ده معناها إن الناس اللي بيدوروا على الوظائف become depressed، بيصبحوا مكتئبين، أو they suffer from depression، يعانون من الاكتئاب. 7: she was not over the recent death of her mother. هي كانت ايه بسبب موت أمها، يعني كانت مكتئبة. مكتئبة يبقى depressed. ده معناها إن her mother's death caused depression، أن موت أمها سبب اكتئابا، أو إنك تقول the event of her mother's death was depressing، إن حدث وفاة أمها كان depressing، مسببا للاكتئاب. Our company tried hard to make sure that the new product was well known. الشركة حاولت أن تسعى أن تتأكد من أن المنتج الجديد بيحصل له إيه. تعال نترجم الكلمات. أول حاجة كده publicity دي الشهرة الإعلانية، الشهرة. Publicize دي يعني يعطي معلومات عن. طيب publicized بقى، لما أقول be publicized فده معناها إن هو بيتلقى اهتماما كبيرا. لما أقول لك مثلا his visit was highly publicized، يعني زيارته تحت صحظى بالاهتمام الكبير. طيب قلنا publicize دي، طب publication دي النشر. ولما نقول publication of a book يعني نشر كتاب. لما اقول لك this book is for publication، يعني هذا الكتاب للنشر، يبقى انت كده معاك publication of a book، نشر كتاب.
طيب this book is for publication، يعني هذا الكتاب للنشر. نرجع لموضوعنا، الشركة حاولت أن تتأكد من أن المنتج الجديد was will إيه ترى؟ أكيد will publicized. يعني إيه will publicized؟ يعني يتم عمل الإعلانات له بشكل كبير أو يتم إعطاء الاهتمام له من المستهلكين. يعني the papers have given greater note to the campaign against GM food. GM food اللي هو genetically modified food، اللي هو الطعام المعدل وراثيا. يعني بقول لك هذه المستندات تعطي ايه عظيمه للحمله اللي هي ضد الطعام المعدل وراثيا. تعال بقى نشوف publicity اللي هي الشهره زي ما قلنا، publicized يعني يعطي معلومات عن، publicize طبعا دي مضارع وماضي، وpublication اللي هو النشر. طيب انت بقى بتقول لي بقول لك ان هذه الورقات تعطي ايه كبيره للحمله التي قامت ضد طعام معدل بالعربي كده، ان هذه المستندات تعطي انتشارا للحمله التي قامت ضد الطعام المعدل وراثيا. طب كلمه انتشار او شهره اللي اسمها بابليستي. رقم 10 بيقول ذا جورنالست وينت تو لندن تو هيز نيو بايوجرافي اوف كندي. بيقول لك ان الصحفي ده ذهب الى لندن لكي يعمل ايه في السيره الذاتيه بتاعه كندي. تو بابليسايز، بابليسايز دي معناها يعطي معلومات عن، او معناها يشهر او يعطي معلومات عن او ينشر كفعل. زي ذا جورنالست وينت تو لندن تو، احنا اخترنا تو هنا غلط، المفروض تبقى تو بابليسايز. رقم 11 هارد تايمز از وان اوف ديكنز موست وركس. بيقول لك ان هارد تايمز القصه اللي اسمها كده واحده من اكبر الاعمال الايه بتاعت ديكنز. تعال نترجم الكلمات. اول واحده كده كلمه ا سيلبريتي معناها شخصيه مشهوره اعلاميا. طيب سيلبريتد معناها فيمس يعني مشهور، سيلبريشن احتفال، طب سيلبريت يعني يحتفل. طيب تعال نشوف بقى، بقول لك ان قصه هارد تايمز واحده من اشهر قصص ديكنز. اشهر دي من الشهره يعني، يبقى سيلبريتد. طيب لكن ديكنز ده كان سيلبريتي، ديكنز ده كان شخصيه مشهوره. هي ميد ذا تريب هوم تو نوت كريسماس وذ هيز فاميلي. هو خد بعضه وروح على البيت علشان يحتفل، تو سيلبريت يعني كي يحتفل بالكريسماس مع اسرته. They are preparing for this grandfather's for their grandfather's 80th birthday not October. هما بيجهزوا نفسهم عشان يعملوا حفله عيد ميلاد. بص انت عايز تقول ايه؟ احتفال عيد ميلاد، يبقى birthday celebration احتفال عيد الميلاد في اكتوبر. He has become not as a war correspondent. هو اصبح مشهورا ك، هو اصبح مشهورا ك، يبقى هي هاز بيكم ا سيلبريتي از. طيب عايز تفهم حته كده، ان احنا بدل ا سيلبريتي كان ممكن نستخدم كلمه سيلبريتد بمعنى فيمس. كان ممكن اقول لك هي هاز بيكم فيمس از، هي هاز بيكم ا سيلبريتي از، هي هاز بيكم سيلبريتد از. هي اتشيفد جريت ايه از وور كورسبوندنت. هو حقق ايه كبيره ك مراسل صحفي، حقق جريت سيلبريتي. يعني ايه سيلبريتي؟ يعني شهره. تاني كده ركز معايا ما تتهش، ا سيلبريتي شخص مشهور، سيلبريتي من غير ا دي معناها شهره، هي اسم لا يعد. زي كلمه كومبيتيشن معناها، لو معناها مسابقه يبقى اسم معدود، لو معناها منافسه يبقى اسم لا يعد. سيلبريشن دي الاحتفال، وسيلبريتي يحتفل. في الجمله بيقول لك هو حقق جريت سيلبريتي يعني شهره عظيمه كمراسل صحفي او مراسل في حروب. طيب بعد كده رقم 16 I don't like having meals with people who usually eat noisily and not. انا ما بحبش اكل وجبات مع الناس اللي بياكلوا noisily، بيعملوا دوشه هما بياكلوا كده، and greedily وبياكلوا بطمع. عايز تاخد بالك ان and في النص، وجودها في النص عشان تاخد بعدها وقبلها نفس النوع ان كان صفات او اسماء او افعال. 17 Duke Michael wanted the king nothing stopped him فور باور. wanted to be the king، في هنا بي بعد تو. الدكتور مايكل ده كان عايز يكون الملك، لا شيء اوقفه هيز ايه فور باور، طمعه جشعه للسلطه. طمع او جشع اسمه جريد. عايزك تفهم ان جريدي طماع، جريد الطمع او الجشع، جريدلي بطمع او بجشع. I like the scene when the hero started at the diamonds with stared at the diamonds with eyes. انا حبيت المشهد لما البطل بدا يبص على الدايموند بعيون ايه يا ترى؟ بعيون طامعة، يبقى with greedy eyes. لما اقول لك عيون مشفقة، عيون حزينة، عيون طامعة، يبقى greedy eyes. 19 She doesn't have enough experience required to in business. هي ليس عندها
الخبرات الكافية لكي تعمل ايه في البيزنس؟ تعال نشوف الاختيارات. سكسيد يعني ينجح، وطبعا دي الاجابة، لا، ليس عندها القدرات الكافية لكي تنجح في البيزنس. طب سكسسفولي بنجاح، سكسس ده النجاح نفسه، سكسسفول ناجح. طب رقم 20، جود ستودنتس يوجوالي ورك هارد اند ار كونفيدنت اوف نوت، الطلاب الجيدون بيعملوا باجتهاد وهم واثقون من النجاح، يبقى اوف سكسس. كان ممكن اقول لك ار كونفيدنت اوف سكسس او اوف بينج سكسسفول، من كونهم ناجحين. هي اكسبريسد هيز كونفيدنس ذات ذا بروجكت وود بي ا، عبر عن ثقته في ان المشروع سوف يكون ناجحا. انت قدامك هنا عشان تقول ناجحا قدامك اختيار من اتنين، انك تقول ا سكسس وعشان اداني ا فهاخد سكسس، والاختيار التاني انك تقول would be successful من غير a. كمان اختيار انك تقول that the project would be a successful one. يبقى انت كده معاك تلات اجابات ينفعوا، the project would be a success، او the project would be successful، the project was would be a successful one. 22، he expressed his confidence that the project would be، هو عبر عن ثقته في ان المشروع سيكون من غير a يبقى successful. وعدته مني a success، successful one، a successful one، a success، a success، او successful من غير a، او a successful one. Some animals have a remarkable ability to not to changing environment، بعض الحيوانات عندها القدرة ان هي تعمل ايه مع التغيرات البيئية او البيئة المتغيرة. تعال نشوف الكلمات. adaptation ده العملية معناها عملية التكيف، adapt التكيف مع، adapt يعني يتكيف، adaptable يعني قابل للتكيف او قادر على التكيف. ده نقول لك مثلا this thing is adaptable، هذا الشيء قابل للتكيف، يعني انت ممكن تكيفه بشكل يناسبك. لكن عمر was adaptable، يعني عمر ده كان قادر انه يتكيف مع حاجه معينه. طيب نرجع لموضوعنا، بقول لك بعض الحيوانات عندها قدره ملحوظه في انها تتكيف. خد بالك من تو دي عايزه بعدها الفعل في المصدر، يبقى تو adapt، انت تتكيف مع. طيب بعد كده I think old workers can be as not as anyone else، اعتقد ان العمال القدامى في الشركة بيكونوا ايه زي اي حد تاني، بيكونوا adaptable قابلين للتكيف مع العمل. The process of not to a new school، عملية التكيف نفسه يبقى adaptation، اوعى تتوه مني adapt يتكيف، adaptable قابل للتكيف او قادر على التكيف، adaptation التكيف نفسه. My father refused to sell our house as it is an one، ابي رفض ان يبيع المنزل لانه منزل ايه يا ترى؟ تعال نشوف معايا كده ركز. كلمة ancestors دي معناها الأسلاف أو الأجداد، ancestor دي المفرد منها، ancestrally معناها يعني ده الظرف منها، يعني جديا يعني سلفيا، ancestral معناها سلفي نسبة للسلف، صفة منها، يبقى ancestrally دي ظرف وancestral صفة. وكلمة one دي موجودة يعني ده اسم، فأنت عايز قبله صفة، فعشان كده هنقول ancestral one، يعني حيث أنه منزل سلفي. طيب أو ممكن أقول لك مثلا he is one of my relatives ancestrally، يعني هو واحد من أقاربي سلفيا يعني وفقا للسلف. يعني our earliest ايه lived on the Nile they considered it a symbol of life، مين القدامى اللي عندنا عاشوا في القرب من النيل؟ اكيد our earliest ancestors. طب ليه ما ناخدش سلف واحد مفرد؟ عشان الناحيه الثانيه قال لك زي in war time، في وقت الحرب food is often not and very expensive، في وقت الحرب الطعام بيكون ايه وغالي. عايز تفهم كده الفرق بين كلمتين دول، اولا كلمة scare دي يعني يخيف، طب كلمة scarce معناها قليل او نادر، قليل الكمية او نادر الوجود، يعني حاجة كده تروح تشتريها مش متلاقيهاش موجودة في المحلات. طيب كلمة rare بقى رقم C، دي نادر بمعنى قيم. لما اقول لك بص الاهرامات دول، الاهرامات نقول عليهم scarce ولا rare؟ لا rare، لان هما الاهرامات دي شيء نادر الوجود يعني شيء قيم. برضو لما اقول لك مثلا this stone الحجر ده is rare، يعني الحجر ده نادر بمعنى حجر اثري، حجر قديم او قيم. لكن لما افتح الثلاجة واقول لك our food is scarce يعني طعامنا نادر بمعنى قليل، يبقى كلمة scarce ندرة بمعنى قلة، طب كلمة rare ندرة بمعنى قيمة. طيب فانت بقى بتقول لي في وقت الحرب الطعام بيكون قليل ما بيكفيش الناس، يبقى scarce. طيب our organization is working to rescue many not species of birds، المنظمة دي بتعمل على حماية الفصائل النادرة من الحيوانات أو من الطيور. الفصائل النادرة اللي هي رير، ليه؟ لأن الفصائل ديت ذات قيمة وبتخلص بتموت، فعشان كده هي حاجة valuable. طيب 30، I not persuade you to stay with us، بص معايا، لو أنت قلت لي كان وماي وشال التلاتة دول معناهم هل يمكنني؟ طب لو قلنا كانت يعني هل يمكنني، فهنا معناها الجملة هو أنا ما أقدرش أقنعك تقعد معانا،
طيب أليس بإمكاني أن أقنعك بالجلوس معنا؟ طيب رقم 31. The police discovered that the victim was killed was دي المفروض بقى was بدل was دي was killed by a not from gun. البوليس اكتشف إن المجرم أو الضحية قتل بواسطة إيه من بندقية؟ تعال نشوف. sting دي معناها اللدغة. bullet دي الطلقة، طبعا أكيد ما يملوا بندقية بطلقة. طب bulletin دي معناها النشرة أو البيان. وليد طبعا دي معناها الرصاص، اللي هو الرصاص بتاع اللي هو المادة الخام يعني، أو معناه اللي بيتحط في العربيات ده، أو معناه يؤدي إلى. 32 please telephone this number، من فضلك اتصل بهذا الرقم. If you not any further information. Further information معناها معلومات أبعد من ذلك، لو أنت عايز معلومات إضافية. وخد بالك إن كلمة further اللي بحرف اليو دي معناها أبعد للمدى، يعني معلومات إضافية، معلومات أبعد من ذلك، أحبك أبعد مما تتخيل، ناخد further. لكن بيتنا ابعد من بيتكم، ناخد فرزر اللي بحرف الاي بدل اليو. طيب فبقول لك لو سمحت اتصل بالرقم ده لو انت ايه اي معلومات اضافيه. تعال نترجم الكلمات. كلمه ايكويب دي معناها ساخر. طب كلمه ريكواير يحتاج او يتطلب. طب انكواير يتساءل، واكواير يكتسب. فاكيد بقول لك اتصل بالرقم ده اف يو ريكواير، لو انت احتاجت اي معلومات. ومنها عندك كلمه ريكويرمنتس للمتطلبات يعني. هي نوت اباوت ذا برايس اوف ذا تيكتس، هو ايه عن سعر التذكره؟ يبقى اكيد تساءل، تساءل عن سعر التذكرة، يبقى inquired about. طيب when he was not he, when he has not a basic rank of computing skills he will start the job. لما هو يكتسب المهارات هيبدأ الشغلانة. طب كلمة يكتسب الشغل، يكتسب المهارات اللي اسمها acquire. acquire دي زي كلمة get بالظبط. she has a very not personality which will severe which will serve her with will in politics. هي has a very هي عندها شخصية ايه هتساعدها في ان هي تشتغل الشغلانه. تعال نشوف الاختيارات. helpful hateful معناها كريه. blindful معناها وفير. forceful معناها قوي. wasteful معناها مهدر او مضيع، يعني مضيع للاشياء. يبقى عندها forceful personality معناها شخصيه قويه هتساعدها في الشغلانه. 36 not her role as a mother of three children maru runs a charity. بيقول لك ان مارو دي بتدير شركه خيريه او جمعيه خيريه بالإضافة إلى دورها كأم. because لأن beside this معناها بالإضافة إلى. أخت مين؟ أخت in addition بس لو معناها تو، لو معناها تو طبعا سوء لذلك. يبقى أنا في الجملة دي كان ممكن نختار beside this أو in addition تو، كان الاثنين ينفعوا. I don't buy paper every morning، ما بشتريش جرايد كل يوم. anymore I can read it online now. تعالى نشوف بقى beside this معناها بالإضافة إلى ذلك. as well as معناها و، زي بالإضافة إلى ذلك كده. because يعني لأن، و due to معناها بفضل بعد ing. فانت بتقول لي انا بطلت اشتري جرايد لانني اقراها اونلاين. not only not forget my birthday but she also didn't apologize for getting it. طيب خد بالك بقى من الحته دي كده. not only دي يا شباب كلمه نفي، ولما نبدا الجمله بكلمه نفي فاحنا بناخد الجمله بالمقلوب، بناخد فعل مساعد وبعدين فاعل. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت لاحظت كده عندك forget ده فعل في المصدر، يعني هتعمل ايه يعني؟ يعني هتنزل كده على كلمه has وتستبعدها، لان has she had she forgotten، وانت عارف forget forgot forgotten. طيب ما ينفعش برضو ان احنا نستخدم verb to be، لان انت هتجيب بعده فعل مضاف له ing، اصبح الدنيا كده كلها صفيت على مين؟ على واحده بس اللي هي did she forget، وده معناها هي فقط لم تنسى عيد ميلادي ولكنها لم تعترف بانها نسته. 39 not their way to the town the family were followed by thieves. في طريقهم للمدينة الأسرة تمت متابعتهم بواسطة اللص. في المصطلح ده on their way to، يعني هم ماشيين في الطريق إلى، في طريقهم إلى. لكن in their way معناها تغلق طريقهم، بمعنى they couldn't مثلا enter my house، لم يتمكنوا من دخول منزلي. because there was a stone in their way، لأن كان هناك حجرا يغلق طريقهم. يبقى in their way معناها يعيق الطريق يغلقه، لكن on the way يعني هم ماشيين. 40 not that the pearl was evil they threw it in the sea. هم رموا البيرل الجوهره دي في البحر عندما قرروا ان البيرل دي فيها شر. طيب عايز تفهم ان احنا لما نستخدم الفعل المضاف له اي ان جي في اول الجمله فده معناها بعد ان. فلما اقول لك reading the story I slept يعني بعد ان قرات القصه نمت. eating my meal I slept بعد ان اكلت الوجبه نمت. فهنا deciding that the pearl was evil دي معناها بعد ان قرروا ان الجوهره فيها شر او شريره يعني القاها في البحر. 41 بهجت بليمد هيز فاينانشال بروبلمز او ديفيكولتيز اون. عايز تفهم ان بليم اون يعني يرجع شيئا الى، فهو بيقول لك ان بهجت ارجع
مشاكله المادية إلى ذا وورلد وايد ديبريشن، إلى الكساد الاقتصادي العالمي. وأنا تفهم برضو إن بليم شخص أون بليم شخص فور شيء، بليم شخص فور شيء أو بليم شيء أون شخص. Ali's argument was not, but the manager still turned it down in his proposal. بقول لك إن كلام علي أو الجدال اللي علي كان بيقدمه كان إيه، بس المدير ما زال برضو رافض العرض. أكيد كان persuasive. يعني إيه persuasive؟ يعني مقنع. intensive مكثف، active نشيط، و preservative دي معناها المادة الحافظة اللي بنحطها على الطعام. social media has become a major إيه in political campaigns. وسائل الإعلام أصبحت إيه رئيسي في الحملات السياسية. lead زي ما اتفقنا يؤدي إلى، ومعناها الرصاص اللي بتحط في العربيات، الرصاص اللي بتحط في البطاريات عموما. يعني force يعني يجبر، فو دي بتساوي كلمة enemy يعني عدو، face يواجه. بقول لك إن الوسائل الإعلام أصبحت major force يعني قوة رئيسية في الحملات السياسية. with talent like this بمهارة كهذه، the world is his. إيه بقى؟ تعالى بقى كده عايزك تفهم المصطلح ده. لما تقول لي the world is his oyster، ده idiom معناه إن دي لعبته يعني تحت سيطرته. فلما تقول لي لما يكون عندك مهارة زي دي كده فالعالم كله هيكون لعبتك، العالم كله هيكون تحت سيطرتك. بستخدم كلمة the world is his oyster عشان أخبر شخص إن هو ممكن يعمل حاجة معينة. لما أقول لطالب مثلا ذاكر يا عم الفصل الثالث من الفيزياء، ده يعني كده the world is your oyster، يعني الدنيا كلها في إيدك، أنت ممكن تعملها. He wanders the streets with his money أو his monkey. He is famous street. إيه بقى؟ بقولك هو طول النهار يلف في الشوارع بالقرد بتاعه. يبقى ده بيسموه street entertainer، ده الناس الراجل اللي بيمشي في الشارع ويمتع الناس. He is not himself. He thinks she will accept his proposal after refusing him twice. هو بيعمل في نفسه لأنه متوقع أنها تقبل العرض بعد أن هي رفضته مرتين. He is deceiving himself. deceiving himself معناها بيخدع نفسه، ضحك على نفسه. advising الأولانية دي معناها ينصح، و device يعني يبتكر، و دي voice معناها يعني عدم النطق اللي هو الكتمان يعني من كلمة voice. the goalkeeper failed to catch the ball because it fell with a not bath. حارس المرمى لم يتمكن من انه يمسك الكرة لان الكرة مشيت في curved bath يعني في طريق متعرج، فلما جات عنده غيرت طريقها. unlike adults على عكس الاشخاص البالغين. children can their feelings الاطفال لا يستطيعون ان هم express their feelings يعبر عن مشاعره. hide their feelings يعني يخفي مشاعره. بقولك على عكس الكبار بقى الاطفال مالهم لا يستطيعون ان يخفون مشاعرهم، بتلاقي الولد بيعيط مباشرة. we all admire him because he always knows the truth. احنا معجبين بيه لان هو دايما بيخبر الحقيقة. ركز معايا في ثلاث حاجات. يخبر الحقيقة اسمها tell the truth او speak the truth او say what is the truth. تاني كده tell the truth speak the truth say what is true. say what is true خد بالك true، لكن speak the truth tell the truth speak أو say what is true. طيب انا قدامي في الاختيارات يا مستر tells و speak اخد مين؟ ما انت لو خدت بالك ان هنا في فاعل هي ومع هي وشو ايد بنضيف للفعل اس، يبقى انا اخد tells. ودي كمان لو كانت speaks كنا خدناها. a child is recovering in hospital after a serious not by a mad dog. الطفل بيتعافى في المستشفى بعد هجوم من كلب مجنون، هجوم اللي هو اتاك. I will report you to the police if I catch you not again. انا هبلغ عنك البوليس لو مسكتك بتسرق مره تانية. يبقى if I catch you stealing again، وانت عارف ان catch بعد الفعل بضاف اي ان جي. that shopkeepers always great to business with. صاحب المحل اللي هناك ده يعد رجلا عظيما لكي تجري معه بزنس، يقوم بعمل بزنس معه اسمها do business with. على فكره لو ما فيش هنا كلمة بيزنس دي كنا خدنا to do work with، او كان ممكن نقول to work with، الاثنين ينفعوا. my talks usually know the students with enthusiasm. enthusiasm ده اللي هو الحماس for the project. طيب في ايه دي معايا تعرفوا اسمه fire someone with enthusiasm، يعني يملأ شخصا بالحماس او يحمس شخصا للقيام بشيء. لما اقول لك مثلا my father always fires me with enthusiasm معناها ابي دائما يملأني حماسا، ابي دائما يحمسني. My eyes were not from the smoke. بص بقى معاك كلمة sting يعني يلدغ، ومعناها يتآكل يعني عينك بتاكلك كده فتهرش فيها، دي اسمها sting. طيب ومعناها يؤلم to hurt. بقولك ان عيناي were sting يعني عيني كانت بتؤلمني، وكان ممكن نقول were suffering كانت بتؤلمني برضو. the doctor is very helpful او hopeful الدكتور عنده أمل شديد. the operation has a not rate of over 80%. العملية
معدل النجاح فيها 80%، يبقى success rate. طب ليه ما ناخدش successful؟ لو انت قلت لي successful rate معناها معدل ناجح، انت بتقول العملية معدل النجاح فيها كذا. she is very highly valued، she is not among women، بقول لك ان هي امرأة مقدرة جدا. هي ايه بين النساء؟ she is a pearl، يعني هي جوهرة بين النساء، يعني هي حد ثمين بين النساء. She knows everything about the political crisis as she is one of the BBC's political. هي عارفة كل حاجة عن الأزمة السياسية لأن هي واحدة من BBC correspondents، المراسلين اللي شغالين في BBC. Did your brother succeed in the exam؟ هل أخوك نجح في الامتحان؟ فأنت قلت لي not يعني هو سقط، يعني أكيد لسوء الحظ لم ينجح، يبقى unfortunately not. unfortunately not معناها لسوء الحظ لأ، وكان ممكن تقولي fortunately yes لحسن حظي نعم. طيب بعد كده 59، the novel is about the lives of people Egyptians، الرواية دي عن حياة الناس الفقراء of poor، حياة الناس المصريين العاملين الفقراء، او حياة الطبقة المصرية العاملة الفقيرة. احنا متفقين ان كلمة عاملة دي اللي اسمها working، بنقول working people working women working Egyptians working Canadians اللي هم المصريين العاملين الكنديين العاملين وهكذا. The actor didn't become a not until 2010 when he acted in a movie، ولكن الممثل ده لم يصبح ايه الا في 2010. ركز معايا، كلمة celebrated دي صفة، اللي رقم بي دي صفة، ولكن عايزة بعدها اسم. يعني اقول لك a celebrated one مثلا، شخصا مشهورا، a celebrated person. طيب كلمة celebrity دي معناها شخص مشهور، اللي هي رقم ايه؟ طيب احنا ناخد هنا celebrity ولا celebrated؟ هقول لك انا باختصار، لو انت عندك has become not one ناخد celebrated one، لان celebrated صفة لاسم لازم بعدها اسم. طيب celebrity صفة ما بيجيش بعدها اسم، عشان كده تقول الممثل ده لم يصبح a celebrity او a celebrated one. ولو ما فيش a كنا ممكن ناخد celebrated، يعني ممكن اقول لك the actor didn't become celebrated، ولو ما فيش ما كناش خدنا celebrity. طب ليه يا مستر؟ ركز معايا، celebrity من غير معناها شهرة، طب celebrity معناها شخص مشهور. يبقى تاني كده الافكار ده عشان ما تلخبطش، الجملة دي احتمالاتها كالتالي، the actor didn't become a celebrity او a celebrated one او person، او انك انت تقول the actor didn't have celebrity من غير a. 61، exports rose to 10 billion dollars، تعال نشوف الاختيارات كده. merchant ده اللي ده التاجر، وطبعا merchants تجار. merchandising دي معناها التسويق، merchandise رقم سي دي معناها البضائع، marching دي المسيرة. بقول لك انت بقى صادرات البضائع ارتفعت على 10 مليون، الصادرات بتاعت البضائع يبقى merchandise. I'd like the money to be spent improving the roads، انا اريد المال ان ينفق على، ينفق على يبقى to be spent on. he is a good young man he always not to help his neighbors، هو رجل شباب جيد، هو دائما ان يساعد الاخرين، offers يعني دائما يعرض او يقدم العرض لمساعدة الاخرين. doctors say there is currently no not for coronavirus، الاطباء بيقولوا انه حاليا ليس هناك ايه لكورونا فيروس، ايات treatment يعني علاج، treatment يعني علاج، treatment معناها معالجة، treat يعالج او يعامل، وtreated معناها معالج، زي مثلا بنقول الطعام المعالج او كده. there are a lot of reviewing او reviews of his film in the newspapers and a lot of websites، عايز تفهم ان مع الويب سايتس مع الانترنت مع الراديو بنستخدم كلمة on، فعشان كده on a lot of websites، لكن بنقول in a magazine. I found not that she had been lying، انا اكتشفت انها كانت كاذبة، يبقى I found out، found out دي اخت discovered كده. the doctor refused to not the poor boy، الدكتور رفض ان هو يعمل ايه في الطفل الفقير، يبقى to treat، treat يعني يعالج، طب heal او heal up معناها يلتئم يخف يعني، operate يعني يجري عملية، لو بعدها on، لو كان هنا في on كنا خدنا the doctor refused to operate on the boy. طيب operate لوحدها كده معناها يشغل، وبالمناسبة بتساوي كلمة work اللي معناها عمل ومعناها يشغل برضو. diagnosis دي معناها التشخيص. طيب فاحنا كده خلاص خلصنا 67. 68، they used not to rob the man of his money، استخدامه ايه عشان يسرقوا الفلوس بتاعت الراجل؟ تعال نشوف، trickery دي معناها الخداع، وطبعا دي من اولها كده هي الاجابه، هم استخدموا الخداع لسرقه الرجل.
تريك معناها يخدع ومعناها خدعة. كان ممكن أقول زي يوزد a trick. طب tricking معناها مخادع وتريكد المخدوع. طيب 69 he worked as a war correspondent during the second not war. هو عمل كمراسلا صحفيا في الحروب أثناء الحرب العالمية. الحرب العالمية طبعا ده شيء معروف اسمه world wide مباشرة. he was not last month and he is still recovering from the shock. هو حصل له ايه الشهر اللي فات وما زال يتعافى من الصدمة. working يعمل hired معناها أجرة ومعناها وظفة employed أختها وظفة ولا fired he was fired يعني أطلق عليه النار. بالمناسبة كلمة fired معناها طرد من العمل لكن هنا في الجملة هو بقول لك أطلق عليه النار وهو الآن يعني يتعافى من الصدمة. Steinbeck won the Nobel Prize for in 1962. هو Steinbeck فاز بجائزة نوبل من في مجال إيه في 1962. تعال نشوف المعنى الأول. literacy معناها المعرفة اللي هي عكس الأمية محو الأمية يعني. literacy دي الأمية نفسها. literature اللي هو الأدب والرجل ده فاز بالجائزة في مجال الأدب. طيب literary معناها أدبيا. they launched a not attack on the government. هم أطلقوا هجوما لازعا هجوما شديدا يبقى stunning. يعني تعرف ان كلمة stunning attack stunning speech stunning words stunning report معناها مقالا لازعا مقالا يعني زي نظام نقديا. كلمة stunning هنا معناها نقديا. he tricked me believing it tricked someone into something على طول يعني خدعني وجعلني أصدق أنه كان شخصا مشهورا. you throw food while children are starving all over the world. أنت ترمي الطعام تلقي بالطعام بينما هناك أطفال يموتون من الجوع. يلقي اسمها throw away. باقي معايا 75 rainy weather always not me. الطقس الممطر ده بيعمل فيه ايه دايما. depressive معناها مربك او يعني مسبب التوتر. depress يعني يوتر. depresses برضو نفس القصة معناها يوتر. depressing دي معناها برضو مسبب للتوتر. انت بتقول الطقس المطير دائما يوترني والطقس ده مفرد عشان كده ناخد depresses. publicity can mean you have no not life. الشهرة الإعلامية معناها ان انت ما يكونش عندك برايفت لايف حياة شخصية الدنيا كلها بتدخل في حياتك وتصور بالكاميرا وانت معدي وخد معايا سيلفي كده يعني. money can make you not to reality and cause more problems. الفلوس ممكن تجعلك ايه للحقيقة. ركز معايا في مصطلح اسمه blind to reality معناها اعمى عن الحقيقة. blind to truth blind to والاسم بعدها. طب كلمة dead يعني ميت. طب كلمة deaf معناها اصم. طب كلمة ضم معناها مغفل أو أخس أو أبله. طيب instead of not his degree he went to New York to become a writer. بدل من إن هو ينهي درجته العلمية راح نيويورك عشان يصبح كاتب. وانت عارف instead of لازم بعدها الفعل يكون مضاف له ing يبقى finishing. The interviewer asked him about his name and his job. يا ترى المحاور سأله عن اسمه وعن الجوب تايتل. يعني ايه جوب تايتل؟ معناها اللقب الوظيفي أو المسمى الوظيفي. يعني كلمة دكتور وكلمة مس ومستر دول اسمهم تايتلز. وعايز تعرف ان كلمة تايتل برضه معناها عنوان الكتاب. طيب عايز تفهم بقى ان كلمة سيرنيم دي معناها اسم العائلة او الشهرة. واحد اسمه احمد علي ابو مش عارف ايه كده. ابو دي اسمها سيرنيم. لكن نيم اللي معناها اسم ومعناها يسمي. وادرس دي معناها عنوان الكتاب معناها عنوان المنزل ومعناها عنوان على صفحة الانترنت. اقول لك مثلا give me your email address اديني ايميلك. طيب وكلمة أدرس معناها يخاطب. ولما نقول أدرسي اللي هو المخاطب. I keep my private paper not. أنا أبقي الأوراق الخاصة بي. إيه ترى appeared ظهرة ولا hidden مختفئة أو مخفية. apparent يعني واضح وdisappeared معناها اختفى. I keep it hidden يعني أجعلها مخفية. There has been a great deal of not surrounding his disappearance. disappearance يعني اختفائه. هناك الكثير من الايه فيما يتعلق باختفائه. تعال نشوف الاختيارات. برودكت اللي هو الانتاج او المنتج. بابليسيتي اللي هي الشهرة الاعلامية يعني الدعاية وكده واعلانات. بابليكيشن النشر. برايفسي الخصوصية. هناك الكثير من الاخبار. هناك الكثير من الشهرة من الاهتمام فيما يتعلق باختفائه. ميك شور يو ار جيفن اي نوت فور ايفريثينج يو باي. تأكد من انك تعطى ايه لكل شيء انت تشتريه. بص معايا بقول لك بيل دي اللي معناها الفاتوره اللي المفروض تدفع كذا. يعني انت بتاخد فاتوره مكتوب فيها ادفع 2000 جنيه. طب دفعتهم. تاخد بعد كده بقى الريسيت. الريسيت دي الفاتوره اللي انت بتاخدها بعد ما تدفع.
هنا في الجملة بيقول لك اتأكد انك انت بتعطى ايه لكل شيء انت بتشتريه، يعني انت تاخدها وتروح بيها يبقى ريسيت. وعايزك تفهم ان كلمة ريسيت دي البي سايلنت، وعايزك تفهم ان ريسيت الاسم من كلمة ريسيف، ريسيف يتلقى، ريسيت الاستقبال، ومنها كلمة ريسبشنست انت اكيد عارفها اللي هي موظف استقبال. طيب طب كلمة ريسيبي اللي رقم بي دي وصفة الطعام. 3-8 افتر فيشنج او افتر فينشينج ماي ميل زي اسكت ذا ويتر فور ذا، طلبوا منه ان هو يجيب لهم الفاتوره اللي هتقول لهم يدفعوا كام، يبقى بيل. طيب يبقى بيل دي كده فاتوره في المطعم وحاجات دي. كرتون كاركترز ميكي ماوس اند سنوبي ار بوبيلر افري وير، الشخصيات الكرتونيه اللي زي ميكي ماوس وسنوبي دول معروفين. طيب كلمه مثل دي بقى يا اما لايك يا اما ساتش از، عشان كده ايه اند بي. ولما تيجي تقول لي بحب الطعام مثل اللحم والسمك فتقول اي لايك فود لايك ميت اند فيش او ساتش از ميت اند فيش. I would rather بعدها الفعل يكون مصدر دايما، يبقى I'd rather have. طيب نفترض ان في بعدها اسم فناخد ماضي بسيط. طيب ولو انت قلت لي I'd rather فعل يبقى ركز في اللي بقولك ده عشان تحفظه. I'd rather فعل than فعل. طب ما تيجي نحل الاول، I'd rather die وبعدين than apologize على طول. طيب ايه الفكره؟ I'd rather فعل than فعل، I'd rather مصدر than مصدر. طيب I'd rather لما نجيب بعدها اسم او ضمير يبقى لازم ناخد ماضي بسيط، يبقى didn't والمصدر. وانتبه انك ممكن اقول لك I'd rather you didn't smoke او I'd rather you hadn't smoked، بس عشان هنا المصدر فخدنا didn't. I prefer not او I prefer listening to music to watching، الفكره prefer ing to ing. 89 I would prefer، بص would prefer دي خلصانه to المصدر ملهاش احتمال غير كده، يبقى انت كده خدت معايا من الاول كده I'd rather والفعل في المصدر، I'd rather فعل زين فعل، I'd rather فا اسم او ضمير وبعدين ماضي، I'd prefer I would prefer to المصدر، او I prefer ing to ing. ركز I prefer ing to ing، لو ما فيش ing ما كانتش نفعت. طيب بعد كده رقم 90 her health is a matters، ان صحتها هي ما يسبب مشكله، هو ما يهمنا يبقى what matters. I don't watch the news because I find it too not. أنا ما بسمعش الأخبار لأني بجد أن الأخبار دي depressing، تسبب لي الاكتئاب. Because I become depressed، لأنني أصبح مكتئبا. I don't watch the news because I become، جات لك لوحديها، because I become depressed، لأنني أصبح مكتئبا. طب ممكن أقول لك I don't watch the news because they are full of depression. He avoided the accident by not the clutch بدل. بص معايا، لو أنت فاكر أنا كنت بقول لك دلوقتي depress the بريك يعني معناها اضغط على الفرامل، هنا بقى نفس القصه برضو، هو تجنب الحادث عن طريق ان هو ديبريسد او باي ديبريسنج ذا كلتش بدل، كلتش بدل ده اللي هو دواسه البدال. هي هاز تولد ذا بوليس سم برايسليس انفورميشن، كلمه برايسليس دي معناها لا يقدر بثمن، يعني غالي جدا او قيم. طيب بقول لك بقى برايسليس مينز يبقى فاليبل، فاليبل رقم بي. I'd like to help my country by working as a civil، انا اريد ان اساعد دولتي عن طريق ان انا اشتغل سيفل. ايه يا ترى؟ سينجر مغني ميوزيشن موسيقار دكتور ولا سيرفنت؟ سيفن سيرفنت ده خادم مدني، يعني حد شغال في الحكومه بيشتغل في مجال اسمه سيفل سيرفيس، يبقى سيفل سيرفنت بيشتغل في السيفل سيرفيس. وي didn't mean to buy the shirt but the sales lady was very nice so I bought it، ما كناش عايزين اصلا لان كنا نقصد ان احنا نشتري التيشيرت، بس السيدة اللي كانت في المبيعات كانت persuasive مقنعة فاحنا اشتريناه. talkative دي معناها صرصار بتكلم كتير. convinced معناها مقتنع وأجل قبيح. most wild animals won't attack unless they are ايه بقى؟ بيقول لك ان معظم الحيوانات البرية المفترسة ما بتهجمش على حد الا لو الحيوانات دي تم provoked، تم ابتزازها او استفزازها او اثارتها، يبقى provoke معناها يستثير او يستفز. طيب 98 داينجز انجري نوت هيم تو ستوب بلاينج فوتبول، الاصابه اللي اصيب بها داينج ده فورسد هيم، يعني اجبرته ان يتوقف عن اللعب، يبقى فورسد هيم. طيب ان ذا بريزيدنتس سبيتش، في الخطاب الذي القاه الرئيس، هي ديسكرايبد ذا ايفكتس اوف راسيزم، راسيزم دي معناها العنصريه، هو وصف الاثار الايه للعنصريه. طيب جود جيده واديشنال اضافيه وبوزيتيف يعني ايجابي وايفل شرير او سلبي، يبقى اكيد ايفل. I threw not the newspaper this morning I didn't know you had not read it، انا رميت الجورنال ما كنتش اعرف انك لم تقراه. يرمي اسمها throw away، وخد بالك في حاجه اسمها throw into، بس لو جبنا بعدها المكان اللي رمينا فيه كان ممكن اقول لك I threw the newspaper into the street، رميت الجورنال في الشارع.
The company not customers by selling old computers as new ones. الشركة عملت ايه في الزبائن؟ عن طريق ان هي بعت لهم كمبيوترات قديمة على انها جديدة. اكيد كده خانتهم. بليم يعني يلوم، وديسيف يعني يخدع او يخون، ريسيف يتلقى، وبريز يعني يثني على. 102 اوف فيليور شودنت ستوب يو تراينج مور ذان وانس. تعال نترجم. بريفري الشجاعة، فير الخوف، واكيد هي الخوف من الفشل، يجب الا يمنعك عن المحاولة اكثر من مرة. طيب كوريج اللي هي الشجاعة. طب كلمة كوار دايس بادي معناها الجبن، وهي اسم لا يعد. كلمة كوار دايس يعني جبن، وهي اسم لا يعد. طيب في كلمة بقى اسمها كواردلي. كواردلي معناها جبان. طيب وفي كلمة كمان اسمها كوارد معناها الجبن، بس هي اسم معدود. يبقى انت كده قدامك كلمتين اتنين معناهم الجبن. كوار دايس اللي قدامك دي اسم لا يعد، كلمة كوارد معناها الجبن برضو بس هي اسم يعد. طيب كلمة كواردلي معناها جبان الصفة. The police are not a reward for any information about the robbers. البوليس بيعرض بيقدم مكافأة لأي حد يجيب لنا معلومات. Governments should be encouraged to get rid of all nuclear weapons. الحكومات يجب أن تتخلص من كل أسلحة النووية، يبقى get rid of. طبعا خد بالك رد اللي بالاي مش اللي بالاي. Some people seek publicity. بعض الناس بيهتموا أو بيرغبوا أو بيحلموا بالشهرة الإعلامية. كلمة seek ديت عكسها إيه يا ترى؟ لايك يحب ولا بريفير يحب، يفضل ولا لاف يحب ولا افويد تتجنب. اللي بيرغب في شيء التاني بيتجنبه. The cut will not in a few days if you keep it clean. الجرح سوف يلتئم. يلتئم يعني هيل وهيل اب، يعني كده قدامي هي اي اند بي الاثنين معناهم يلتئم. They were trapped in a mountain A for 15 hours. هم تم احتجازهم في A جبلي لمدة 15 ساعة. اكيد mountain cave يعني كهفا جبليا. The word powerful. كلمة powerful يعني قوي. دي بتدي نفس معنى ايه بقى ترى؟ تعال نشوف. Influential معناها مؤثر او فعال او قوي، وEffective مؤثر او فعال او قوي. بي اند سي. I persuade my father to his mind. انا اقنعت ابي ان هو يعمل ايه في رأيه ويتركني اذهب للسينما. اكيد يغير رأيه but change his mind. Someone must have left the door open. في حد اكيد سبب مفتوح. باي نقط اكيد عن طريق الخطا اللي هي باي ميستيك. عكسها اون بيربس يعني عمدا او متعمدا. سمون ماست هاف ليفت ذا دور اوبن اون اكيد اون بيربس يعني اون بيربس معناها عمدا او متعمدا. وعايز تعرف ان كلمه اون بيربس دي بتساوي كلمه ديليبريتلي بتساوي كلمه انتشنالي. ديليبريتلي دي اللي معناها عمدا دي اي ال اي بي اي ار اي تي اي ال واي. طب انتشنالي اللي هي كلمه انتشن اي ان تي ان تي اي او ان وبعدين اي ال ال واي انتشنالي. My uncle lives in a neighboring village. عمي عايش في قرية مجاورة. عكس كلمة مجاورة أكيد بعيدة يعني remote أو distant. طيب بعد كده رقم اتنين. We hope to live in safety. بنأمل إن احنا نعيش في الأمان. عكس كلمة safety الأمان عكس الخطر يبقى hazards أو hazard و danger الخطر. طيب I don't know why they despise. أنا لا أعرف لماذا يdespise يعني يحتقرون أو يقللون من أو يستخفون بي. عكس كلمة despise اللي بيحتقر عكسه بيحترم. يبقى respect follow tease press admire. دول اللي معناهم يعجب بي أو يحب أو يقدر. خلصنا كده الكلمات وهنبدأ بعد كده إن شاء الله نتوجه إلى القواعد مباشرة.